أهلا بكم مشاهدينا في فقرة سياحة ومجتمع. البداية من فلسطين وبالتحديد في غزة. الزوجان سلامة وآلاء يدركان أنهما يحتفظان ببارقة أمل مدفونة داخل قوارير بلاستيكية منتشرة على سطح منزلهما، فبعد سنوات من زراعهما لنبات الخلود كما أطلق عليها المصريون هذه النبتة التي استخدمها الإنسان منذ قرون ولقيمتها الطبية والجمالية والعلاجية، الزوجان فكرا بضرورة استغلالها في مشروع اقتصادي صديق للبيئة والإنسان، وتوصلا لفكرة صناعة الصابون الطبيعي والخالي من المواد الكيميائية، وذلك بعد أشهر من البحث والتنقيب والتدريب على طريقة صناعتها ومعرفة أهم الزيوت التي تدخل في تركيبها. مشاهدينا، ننتقل بكم إلى سماء العلا وعودة المناطيد الملونة لتزين سماها وأروع المناظر الطبيعية فيها، وذلك بفضل تضاريسها الصحراوية والأثرية العريقة. تتحول العلا إلى واحدة من أشهر وجهات العالم السياحية التي يقصدها عشاق التحليق بالمناطيد من مختلف البلدان، وتوفر رحلات المناطيد فرصة مثالية للمهتمين بجمال طبيعتها والاستمتاع بالتحليق فوق موقع الحجر الأثري المدرج في لائحة اليونسكو للتراث العالمي، وتأمل التكوينات الصخرية العجيبة والمزارع المحلية. زهرة التوليب التي تنمو في دول عدة وترمز إلى العطاء والتجدد، تحتفل أمستردام في نسختها 9 بمهرجان أزهار التوليب، ويهدف هذا المهرجان لتمتع الناس برؤية هذه الأزهار بدلاً من عرضها فقط في الحدائق، وتعرض الأزهار في 75 نقطة في العاصمة النيدرلندية لتكون عامل جذب للسياح، ويستمر تفتح أزهار التوليب لمدة أكثر من أسبوعين، وأصبحت هذه الزهرة في أمستردام رمزاً وقيمة اقتصادية، كما تزرع أكثر من 4 مليارات بصيلة ويتم تصدير نصفها. وإلى جانب من الحياة الاجتماعية من محافظة مسندم هناك، حيث يحافظ الأهالي على موروثهم الزراعي الجميل. أحد المزارعين ولحبه وشغفه بالأرض وزراعتها عمل على إنتاج بعض المحاصيل في ولاية مدحة، حيث تمتاز هذه الولاية باعتمادها على الري بالأفلاج، فنجح بزراعة الذرة الأمريكية. نتابع معا التقرير التالي. تتميز ولاية مدحة عن باقي ولايات محافظة مسندم باعتمادها على الري بالأفلاج، حيث استغل راشد المدحاني وقت فراغه برفقة صاحبه بالزراعة، وبدأوا بتجربة زراعة الذرة الأمريكية لأول مرة، إضافة إلى زراعة بعض المحاصيل كالجزر والبصل والباذنجان وغيرها من المحاصيل. عملت نفس المحل أو الكشك في مدحة، صار الكل يصير هناك وكسوق الحين، بدل ما الواحد يتعنب برا مكانات ثانية بيروحها، فصار عندي الحمد لله كسوق خضار، وبالعكس أنا فرحان وايد في هذا الإنتاج، ومستمر إن شاء الله بالسنوات الجاية ويكون أجمل وأفضل إن شاء الله بإذن الله. كما يقول راشد، أريد من تجربتي هذه أن أجدد ما بدأه أجدادنا، وأن يكون للجيل القادم خطوة في هذا المجال. قضينا هذا الحرفة من آبائنا وأجدادنا، فهذه السنة قمنا بزراعة هذه الأرض كتجربة، قلنا نستغل فرصة الفراغ، فقمنا وزرعنا في هذه الضاحية هذه أو المزرعة هذه، والحمد لله رب العالمين نجحنا فيها. فدائما إحنا نزرع في الأمطار الموسمية في الشتاء طبعا، تقريبا أو 5-6 شهور على حسب الماء. عقيل بن عماد الكمالي من ولاية مدحة محافظة مسندم. مشاهدينا من محافظة مسندم، نختم فقرة سياحة ومجتمع، نلقاكم الأسبوع المقبل.